بالأمس القريب سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤالا لفرسانه أن تمنوا، فتمنى البعض كنزا لينفقه، وتمنى آخر ذهبا لينفقه، فقالوا تمنى أنت يا أمير المؤمنين، فقال أتمنى ملء هذا البيت فرسانا كأبي عبيدة، عذرا يا قدسنا الأسير، فليس معنا ولا بيننا ما تمناه الأمير، وليس في الساحات من يغار ويعلن النفير، ولا حتى من يدعى صلاحا إلى الأقصى يسير. عفوا لا تظن أن ما قلته ادعاء وتبريرا.